السلام عليكم. اليوم في مطبخ اميد ان شاء الله راح ندير لكم لي بودوار بيسكوي بودوار. هذا البيسكوي هذا طلبته بزاف، نستعملوه بزاف في التحليات. يعني واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ هنا عندي ثلاثه صفار، ثلاثه بياض، يعني ثلاث حبات بيض فصلتهم. ها هو البياض تاعنا والصفار هنا ثلاثه. عندي هنا كاس الا ربع تاع لا مايزينا، كاس الا ربع تاع الفارينه، كاس الا ربع تاع السكر. بالميزان تحب تخدم بالميزان، عندنا 120 غرام تاع السكر، 75 غرام تاع الفارينه، 75 غرام تاع لا مايزينا. نبداو بالطريقه مباشره. نبداو بالبياض، البيض هو الاول، ندلو قرصه تاع الملح. والبيض طبيعه الحال يكون درجه حراره الغرفه، ما يكونش بارد، ونطلعو على شكل ثلج. اذا هنا راح نزيد نصف الكميه تاع السكر فقط، غير بشويه وانا ندرب في المورينغ تاعي. اذا نشوف القوام تاع البياض البيض كيفاش طلع. لازم يطلع لك مليح، هنا كي تميلي الطبسي تاعك ما يسيحش. هنا نحبسو من البياض البيض، نعاود نرجع الباتور، نحكم هذاك الصفار، نزيد له هذاك النص كاس تاع السكر اللي بقى لي، ونخلطو. اذا هنا نضيف شويه تاع لافاني، حوالي مغرفه صغيره، نسيتها فقط ما حطيتهاش مع المقادير في الاول، ونبقى نخلط حتى يبيض لنا الخليط. اذا هنا بعد ما خلطت هذاك الصفار البيض مع السكر حتى بيض لنا، يعني نبقى نزيد في هذاك البياض البيض اللي طلعته، ونبدا ندخله غير بشويه في الخليط تاع الصفار. هنا في هذه الوصفه لازم تتبعوا المراحل باش تنجحي في الوصفه. اذا نبقى نزيد غير بشويه وندخل باش ما يهبطلناش هذاك الهواء اللي دخلناه في البيض. اذا نبقى نضيف، اذا ها هو الخليط تحصلت عليه. الان واش ندير؟ نحكم هذاك الكاس الا ربع تاع الفارينه ونغربلو فوق الخليط، وندخلو غير بشويه في الخليط تاع البيض والسكر غير بالعقل باش ما تهبطناش لاباري تاعنا فقط. اذا نخلط حتى يعني دوبنا كامل هذيك الفارينه تختفي يعني مع الكريمه اللي درناها، يعني تعتبر كريمه بهذه الطريقة. الآن نضيف هذيك لا مايزينا بنفس الطريقة، ونزيد نخلط غير بشوية حتى هي تدخل في الخليط. نعرفوا أن المايزينا خفيفة، يعني شوية صعيبة على الفارينة، لكن غير بشوية لازم تتبعوا كامل المراحل، لانه الوصفه شويه حساسه، لما طبقتيهاش مش راح تنجح لك الوصفه تاع اليوم. كما رانا نشوفوا ما فيهاش الخميره. هكذا باش نذكر الاخوات على بالي راح يسالوني ام وليد وين راهي الخميره. ها هي الخليط تاعنا، شوف كيفاش يجي. اذا هنا عندي اون بوش، هنا درت لها اون دوي اللي تكون نورمال، يعني مفتوحه ما تكونش مشرشره، ونعمر العجينه تاعي داخل في لابوش غير بشويه. ساعفي روحك غير بالعقل، تقدري ميم تستعملي كيس بلاستيكي لكن يكون شويه خشن كيما الكيس تاع الحليب، ولا تطقبيه وتخدمي به عادي. اذا هنا عندي امول فيه ورق الطهي، والفور تاعي الفوغ يعني عفوا راني شعلته قبل ما نبدا الوصفه تاعي على 180 درجه، ونبدا نشكل
جربوا نديروهم نفس السمك ونفس الطول بهذه الطريقه. اذا من بعد واش ندير؟ نحكم السكر عادي الحرش ونديرو على الوجه تاعو فقط. كيما تقدري السكر كلاصي، يعني تقدري ديري السكر عادي او السكر كلاصي، وندخلو الفرن 180 درجة. عسوهم فقط لانهم يطيبوا بالخف، غير ياخذوا لهم ذهبي نحوهم. ممكن 10 دقائق راح تكفيهم، لكن كل وحده من الفرن تاعها. اذا ندخلهم الفرن. اذا ها هو هذا وين طاب، خرجته من الفرن، ما تمسوش حتى يبرد تماما باش نحيه من البلاطو. اذا لي بودوار تاعي ها هما واجدين معنا، يعني من الاحسن طيبوهم شويه حمور، يعني ما طيبوهمش بيوضه. سمعوا مليح، يعني القرمشه يجوا مقرمشين من برا وطريين من الداخل، والله صدقوني غير يجوا كيما اللي يتباعوا، يعني نفس الذوق. نتمنى انه اللي طلبوا مني الوصفه راح يستفادوا من هذه الوصفه. نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا فقط القوام تاعو. بسم الله، يعني شوفوا كيفاش يجي ناشف، يعني كي تشرب به في السيرو ولا في النسكافيه راح يشرب لك. نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها. فقط لازم تطبقوا كامل المراحل اللي درتهم لكم. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.